مساء الفل عليكم، تحياتي لكم من قناتي، قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفات اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. النهاردة هنعمل كاسات السعادة، دي أحلى حاجة وألذ حاجة ترطب في حر الصيف اللي احنا فيه، والمفاجأة إن هي صيامي، حاجة سهلة وبسيطة جدا جدا فوق ما انتم متخيلين، ومن غير فرن ومن غير تعب ومن غير مجهود، حاجة سهلة لدرجة انك انت ممكن تعمليها في 10 دقايق بالظبط وتبقى جوه تلاجتك، واي ضيوف تيجوك بسرعة تلاقي عندك على طول كده حاجة حلوة تقدميها، وتحلية خفيفة وظريفة ولطيفة، واهم حاجة ان هي على قد الايد جدا واقتصادية فوق ما انت متخيلة. يعني دي لو اكلتيها بره هتبقى بمبلغ كده كبير، لكن احنا هنعملها النهاردة بتقريبا بحاجات بسيطة وكلها موجودة جوه البيت، حتى الحاجات اللي هنستخدمها اضافات بتبقى جوه التلاجة وجوه المطبخ، يعني مش هنشتري حاجة من بره خالص. وهقول لكم النهاردة ان هي صيامي، بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت بقى تدوس على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، فعلوا جرس على كلمة الكل، متنسوش لايك وشير للفيديو، وكومنتاتكم الجميلة اللي بستناها، وشكرا جدا للناس اللي بتدعمني. اول حاجة هنعملها ان احنا هنجيب كوباية من السكر، وهنحط عليها نص كوباية من المية، وجوه الخلاط وهضيف عليهم عصرة من الليمون ورشة خفيفة من ملح الليمون، وده كله هنضربه في الخلاط ضرب مبرحا يعني لحد ما تمتزج كل المكونات مع بعض، وشرط اساسي ان احنا نضربهم كويس جدا. الخلطة اللي احنا هنعملها دي هي عبارة عن عسل الجلوكوز، ده بقى تعمليه وتخليه عندك دايما في المطبخ، بيبقى تقيل كده زي العسل النحل كده او كمان اتقل شوية، ده بيبقى خطير جدا جدا لما تيجي تعملي بقى الحلويات. نيجي دلوقتي نشوف بقى هنعمل ايه، هننزله في طاسة زي ما انت شايفة كده، وهنبتدي نسيبه يغلي كويس جدا جدا لحد ما يبتدي ان هو يتقل معانا خالص، واول ما نلمسه ما بين صوابعنا كده يخلي صوابعنا تشبك في بعضها، ساعتها هنحس ان فعلا العسل تقل معانا، وده هو قوام عسل الجلوكوز اللي احنا بنستخدمه في الوصفة دي، وتقريبا في 3/4 وصفات الحلويات الشرقية اللي احنا بنحبها. زي ما انتوا شايفين كده احنا هنسيبه على النار، وهتبقى النار متوسطة، وكل فترة كده هنبتدي نديله تقليبة علشان ما يسكرش حوالين الحلة ويبتدي ان هو يحروقها بالطريقة اللي انتوا شايفين كده. هنبتدي ان احنا نسيبه بياخد فترة مثلا على النار المتوسطة في حدود 10 دقايق 13 دقيقة بالكتير خالص على النار متوسطة، وبيبقى وصل للقوام المظبوط اللي احنا عايزينه. كده احنا خلاص خلصنا اول حاجة او خلصنا اهم حاجة هنعمل بيها الوصفة بتاعتنا، وهوريكم دلوقتي هنستخدم ايه. النهاردة الكاسات اللي احنا هنعملها دي او التحلية اللي احنا هنعملها دي هنعملها بحاجة دلوقتي احنا كلنا بنحبها وموجودة كتير الايام دي، هي الكنافة. هنجيب بقى الكنافة بتاعتنا بس بعد ما نصفي عسل الجلوكوز زي ما انتوا شايفين، وهنسيبه بقى يتقل براحته خالص ونسيبه يبرد خالص خالص. نيجي دلوقتي نعمل زي ما انتوا شايفين كده القشطة بتاعتنا او الحاجة اللي احنا هنحشي بيها. اول حاجة هنعملها هنجيب معلقة كبيرة او معلقتين كبار من جوز الهند، وهنصبهم جوه كوباية، وهنبتدي بعد كده ان احنا ننزل عليهم بمية تكون مغلية، وهنسيبها يعني في حدود ساعتين كده، او طبعا المقدار ده او الحاجة دي او اللبن جوز الهند اللي احنا بنشتغل بيه احنا ممكن نعمله ونسيبه في كوة التلاجة يعني عشان يبقى جاهز عندنا على طول، بيقعد ساعتين في المية، وبعد كده بنبدأ ان احنا نضربه في الخلاط، وممكن زي ما قلت لكم يقعد في التلاجة فترة طويلة جدا ما حصلوش اي حاجة خالص خالص من غير ما نصفيه ولا اي حاجة، هنشتغل بيه على كده. وده بيبقى اول حاجة برضو في الوصفة اللي هي الحشوة بتاعتنا. بنجيب اللبن جوز الهند زي ما انتوا شايفين، بنجيب كوباية منه وبنضيف عليها معلقتين كبار من النشا البارد، وعليهم حوالي 3 معالق كبار برضو من السكر، ونبتدي ان احنا نقلبهم لحد ما يربطوا معانا، ودي بتكون الحشوة بتاعتنا. ممكن نضيف عليها بقى زي ما انتوا شايفين، ممكن نضيف عليها القرفة، ممكن نسيبها كده مفيش مشكلة يعني ما نضيفش عليها اي حاجة خالص لحد ما توصل القوام اللي انتوا شايفينه ده او الكريمي الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وكده خلاص. ونبتدي نشوف هنعمل ايه. هنجيب بقى الكنافة بتاعتنا بالشكل الظريف ده، ويفضل ان الكنافة تكون من تاني يوم، يعني نجيبها النهاردة نشتغل فيها بكرة، او نحطها في الفريزر عشان تبقى سهلة معانا في التقطيع.
شطارتك بقى انك تقطعي الكنافة الى اقل حتت صغيرة، يعني تحاولي ان انت تفروليها زي ما بيقولوا كده، ونبتدي ان احنا نقطع الكنافة بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، علشان ما نخليش بقى اي حاجة كده تبقى طويلة او متعقنة كده، عشان احنا عايزينها كلها تاخد نفس اللون ونفس الشكل ونفس المذاق والطعم، كلها تبقى زي بعضها. قطعنا الكنافة بتاعتنا وزي ما قلت لكم ممكن تفرزوها وتكسروها، تبقى اسهل من كده بكتير. وهنجيب دلوقتي الاضافة اللي احنا هنضيفها على الكنافة بتاعتنا، هنجيب معلقتين كبار من الزيت ونبتدي ان احنا نقلب فيهم الكنافة. ودي حاجة حلوة جدا ان احنا ما نحطش الزيت في الطاسة، لا احنا هنحط الزيت على الكنافة عشان احنا نضمن توزيع الزيت على كل حتة في الكنافة. طبعا لو عاملين الوصفة دي صيامي ممكن نحط معلقة سمنة سايحة، هتبقى حاجة جميلة جدا، عليهم معلقتين من سكر البودرة، ونبتدي ان احنا نلفهم زي ما انتوا شايفين كده. سكر البودرة ده بيخلي الكنافة تحمر معايا ويبقى لونها ذهبي وجميل جدا جدا. هنجيب بقى الطاسة بتاعتنا وننزل بالمقدار اللي انتوا شايفينه ده جوه الطاسة، ونبتدي بقى نجيب المعلقة بتاعتنا او الاسباتيولا وطول الوقت نقلب. اهم حاجة في المرحلة دي ما تسيبيش الكنافة، علشان تبقى الكنافة كلها متحمرة زي بعضها تقريبا كده، لما بنعمل رز بالشعرية زي كده بالظبط. احنا عايزين الكنافة دي توصل لزي لون الشعرية اللي بنعمل بيه الرز بشعرية، ونبدأ ان احنا نقلبهم كده كويس جدا جدا لحد ما كل الكنافة تاخد اللون الذهبي اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي، علشان لازم كل الكنافة تاخد نفس اللون ونفس الشكل الظريف اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي معايا. النار بتكون هادية جدا، ونبتدي ان احنا نقلبهم، توصل بقى شايفين الجمال، سكر البودرة بقى مع الزيت عامل شغل جامد جدا. ونجيب الكاسات بتاعتنا، وكل اللي محطش لايك بقى حط لايك جوه الفيديو، يعمل لي بقى اشتراك في القناة ويفعل الجرس على كلمة الكل، عشان الايام الجاية هنعمل عظمة كبيرة جدا جدا. هنجيب اول حاجة القشطة بتاعتنا او المهلبية او القشطة الكدابة بتاعتنا، ونبدأ ان احنا نصبها في قلب الكاسات من جوه، دي اول حاجة. وبعدها هنجيب الكنافة بتاعتنا ونحط بقى معلقتين من الكنافة الحلوين دول اللي هما متحمصين بالسكر والزيت بقى، وحاجة خرافة خرافة على القشطة. بس خلي بالنا ما ندوس قوي كده، عشان تفضل الطبقات زي ما هي كده حلوة وشكلها جميل ولذيذ. تقدروا بقى تقطعوا موز شرايح وتحطوا فراولة شرايح، وتحطوا كانتالوب بقى، اناناس، اي فاكهة عندكم في التلاجة. تقدروا تحطوا مكسرات، رشة بقى من عسل الجلوكوز اللي احنا عملناه على كل طبقة من الطبقات اللي احنا بنعملها، عشان تدي بقى طعم التذكرة الحلو. شايفين العسل بقى تقيل وحلو وجميل جدا ولونه خرافة خرافة زي ما انتوا شايفين كده. هنبتدي ان احنا ايه، نجيب رق تاني من القشطة الكدابة او المهلبية، ونبتدي ان احنا نحط بعد كده رق تاني كده، عشان بقى نخلي الكنافة تطرى بتاعتنا وتبقى جميلة جدا. حاجة بصوا الحران بقى ياكل الكاسات دي، تحسوا كده ان هي بترطب على القلب، وجميلة جدا جدا، طعمها حلو وتحلية خفيفة وسريعة جدا. ولو عندك ضيوف هتحسي قد ايه انت بتقدمي حاجة فخمة، مع انها ما خدتش وقت ولا مجهود نهائيا. بعد كده هنحط بقى رق تاني من الكنافة بالشكل اللي انتوا شايفينه، الكنافة المتحمصة بقى عاملة شغل جامد جدا جدا، ونبتدي ان احنا نغطي بيها القشطة في الطبقة التانية. وبقى من فوق دي ليكم حرية الاختيار، هقول لكم مع شوية حاجات وافكار تحطوها من فوق هتعمل بقى شكل رهيب للكاسات دي. ممكن تجيبوا مكسرات وتحطوها، ممكن تجيبوا فاكهة وتحطوها، ممكن زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي رشة بقى من عسل النحل والقشطة، بتبقى حاجة خرافية. ممكن جوز الهند بيبقى حلو جدا وبليق جدا، شايفين انا جبت دلوقتي جوافة وقطعتها. ممكن تجيبوا فراولة، ممكن تجيبوا موز، ممكن تجيبوا اي فاكهة تكون عندكم في التلاجة وتحطوها من فوق بالشكل الظريف ده ورشة جوز هند. وكل سنة وانتم طيبين، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسوش بقى لايك وشير للوصفة عشان يوصلكم كل جديد بقدمه من قناة نرمين الماجد. تحياتي ليكم وبألف هنا وشفا، واشوفكم دايما يا رب على خير وراي.